من اغرب عادات الزواج اللي شفتها عند الطيور فهو كان طائر العقاب، وهنا انثى طائر العقاب هي اللي بتختار شريك حياتها، والموضوع كله بيبقى عباره عن ان هي بتجيب غصن من اي شجره وتاخده وتطير وتفضل تلف شويه لحد الذكور ما يبقوا حوالين منها وتبدا ترمي الغصن ده، والذكر هنا اللي بيبقى عايز يتجوزها او يبقى مسيطر ساعتها هو اللي بيجري يلحق الغصن ده قبل ما يقع، وتعمل الحركه دي مره واثنين وثلاثه، وده الغرض ان هي تبقى عارفه ان الذكر اللي هيبقى معاها ده هيقدر يستحمل المسؤوليه والعيشه والضغوط وكل اللي انت فاهمه بقى. طائر الغطس، وتسمى باسم طائر الغطس عشان خاطر هو بيحب الغطس كتير، وخاصة لو حس بخطورة فيغطس وما تعرفش تجيبه تاني. عايز اقولك بقى ان الطائر ده من عادات الزواج بتاعته غريبة جدا وممكن لأول مرة تسمع عنها، والطائر ده اول ما بيلاقي شريكة حياته ويحصل ما بينهم تفاهم فبيبدأوا يشهروا جوازهم بطريقة جميلة قوي رومانسية وكيوت وحاجة في منتهى اللذة، وكل اللي بيعمله بياخد عروسته جديدة ويبدأوا على المية كده يرقصوا رقصة تحس ان هما بيرقصوا تانجو، تحس ان هما بيرقصوا باليه، حاجة كده في منتهى الشياكة في منتهى الجمال. كلنا الطائر ده بقى في التعليقات يستاهل لقب ايه غير طائر الغطس. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك وسلام.